أخبار اليوم. كابتن فاروق الأول بنرحب بيك وبنقول لك النهارده مصر كسبت 2-0 الحمد لله، وحصل شويه مشاغبات كده في المدرجات. لا مفيش ولا تذكر، يعني حاجه ما خدتش، يعني بنحيي الشرطه. قول للجمهور اللي حضر النهارده. ده جمهور النهارده مخلص، الجمهور النهارده مخلص، شجع بشكل كويس جدا الجماهير. يعني الجماهير النهارده كانت تشجع بشكل محترم بشكل مخلص. يعني لو كان حصل حاجه لمده دقيقه فانتهت يعني. الحمد لله الماتش خلص. فرصه مصر بعد النتيجه 2-0 اما تشوف برضك، وان شاء الله فرصه مصر موجوده ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.